بما أن العراق والبنك المركزي بدأ يخطو خطوات ناجحة نحو الإصلاح، ظهرت أصوات نشاز كانت مستفيدة طوال السنوات السابقة من الفوضى المصرفية الموجودة في العراق. لذلك أصبحت هذه الجهات تطلق الشائعات وتحاول أن تؤجج الرأي العام المحلي أن هناك مشاكل مصرفية في العراق، وهناك فوضى، وهناك تزوير، وهناك غيره. لكن في الحقائق على أرض الواقع هذا الشيء ليس يعني ملموس أو واقعي، بعيد عن الواقع كل البعد. حديثنا عن مصارف بدأت تعمل خصوصا منذ عام 23 ودخولها بمرحلة الشمول المالي والتحول المالي، كل هذا يعتبر مرحلة انتقالية، أن تنتقل من حالة ورقية فوضوية سابقة تنتقل إلى حالة الكترونية وفق أنظمة ومعايير دولية عالمية. أكيد هذا لا يليق لبعض الجهات التي كانت مستفيدة من الفوضى في السابق، لذلك هي تلك الجهات سواء كانت محلية أو إقليمية تحاول أن تؤجج الوضع أو تنشر أخبار كاذبة تحاول إهباط العزيمة، وحتى مسألة الخزانة الأمريكية والعقوبات كلها بناء على إبلاغات وإخبارات، يعني لا ترتقي إلى أن تكون منين الإبلاغات والإخبارات؟ يعني هناك أنا حكيت لك الجهات المستفيدة الطفيلية.